السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على الروضه للزوج. شباب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في بدايه الفيديو طبعا ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه ان شاء الله موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده هيكون جميل قوي وان شاء الله هنفيدك فيه. طبعا انا دلوقتي كمحمد عايز ارفع غيه. طب انا عايز ارفع غيه المواصفات بتاعتها ايه؟ انا عايز ارفع غيه ارتفاع بتاعها 3 متر والغيه كلها على بعضها الدائر بتاعها 4×4، يعني مش عايز ارفع غيه كبيره، بس علشان اقدر اقدم للمشاهدين بتوعي الناس الكويسه اللي بتتفرج عليا ديت محتوى يليق بيهم ان شاء الله. طيب لو انا حابب ان انا ارفع الغيه دي هتكون التكلفه بتاعتها ايه؟ فانا حبيت ان انا اوضحها في كام نقطه كده ونشوف التكلفه بتاعتها هتبقى ايه، عشان كمان لو حد حابب يعمل زيي او يمشي على الخطوات اللي انا هعملها. تمام، فاحنا هنمشيها واحده واحده كده. اول حاجه طبعا انا خدت خطوه برضو في الموضوع دوت ونزلت اشتريت شويه خشب كانوا قدامي كده لقطه دول طبعا يا جماعه اول شويه خشب ان شاء الله في الغيه الجديده، يعني الحمد لله هنجمعهم شويه في شويه كده. ودول شويه بنر زي ما حضراتكم شايفين كده ان شاء الله، عشان لو احتاجناهم في السلاكه بتاعه الفرخ ان شاء الله هنحتاجهم زي ما حضراتكم شايفين. دول اول شويه خشب في الغيه الجديده ان شاء الله. اشتريتهم زي ما حضراتكم شايفين، حاططهم تحت علشان العوامل التعريه بتاعت الجو مثلا الشمس والهواء وبتاع والكلام ده كله والميه، فما تخليهمش يقوصوا. فيا اما تحطهم كده وتقمطهم كويس، يا اما ترصهم رصه كويسه كده في مكان ظل زي ما حضرتك شايف تحت. طيب نخش بقى للنقط بتاعتنا، وهي النقط اللي هنمشي عليها علشان نعمل غيه ونحاول نوفر في الثمن بتاعها. بس طبعا زي ما حضرتك عارف الاسعار في مصر بقت ضايعه خالص. فانا عندي دلوقتي هحتاج اول حاجه ان انا هحتاج للخنزيره بتاعتي اللي هي بتستخدمها كعروق. الناس كلها كانت بتعملها عروق، بس انا دلوقتي عايز اوفر، عايز اقتصد، فاكيد برضو مش هعملها عروق. عادي في ناس كتير جدا بتستخدمها بالواحد. طيب سيبك فوت موضوع الخنزيره دوت، انا دلوقتي محتاج العمدان بتاعتي اللي هتقف كده وتشيل الغيه بتاعتها. فانا محتاج كام عمود طالع كده واقف؟ 9 عروق. التسع عروق دولت اللي هم هيبقوا 3 و3 و3، ارتفاع 3 متر. تمام، متوسط سعر العرق في مصر يا جماعه بيبقى من 70 ل 90 جنيه، ومتوسط السعر دوت احنا هناخده اللي هو 80 مثلا. يبقى انا عندي 9 عروق في 80 جنيه ب 720 جنيه. تمام، يبقى دي اول حاجه انا هبتدي اصرفها، الـ9 عروق اللي هم العمدان بتوع الغيه. بعد كده انا هحتاج شكلات. الشكلات دي ممكن تستخدمها برضو الواح زي ما قلنا في الخنزيره برضو، بس اللي يفضل في الشكلات عشان دي اللي بتبقى مكلبشه الغيه كلها في بعضها ان هي تكون عروق برضو. فانا عندي العرق بيطلع لي شكلين، يبقى انا محتاج 18 شكال ف 40 جنيه اللي هو نص ثمن العرق، برضو هيديني 720. يبقى دي التاني حاجه انا صرفتها 720 و720 تاني. تمام، دي للعروق وللشكلات. طيب تعالى بقى على تالت حاجة اللي انا محتاجها. انا محتاج مراين للارضية. المراين للارضية اللي هي مراين 5×5 دي اللي هنستخدمها زي ما حضرتك شايف كده ان شاء الله. كل حاجة هحاول احط لك صورة ليها. تمام، المراين الـ5×5 ديت انا محتاج منها قد ايه؟ محتاج منها 10 مراين 5×5 للفرشة بتاعت الارضية. طيب العشرة دولت متوسط السعر لما جبناهم هنا في الغية لو تفتكروا كانت بـ60 جنيه، فانا قلت مثلا دلوقتي مثلا بـ70، الله اعلم ممكن تكون اقل ازيد. لو عندك معلومه تقدر برضو تضيفها لنا في الكومنتات. طيب انا عندي 10 في 70، 10 مراين في 70 جنيه ب 700 جنيه. يبقى دي ثالث حاجه انا ابتديت اصرفها في الغيه بتاعتي. كل دوت مش دي المصاريف، المصاريف جايه بقى. المصاريف جايه في ايه؟ ان انا عندي الاربع تجناب بتوع الغيه. بس قبل ما اخش على الاربع تجناب بتوع الغيه انا عايز فرش الارضيه اللي هي بتبقى الواح لطزان زي ما حضرتك شايف كده. دي اللي الواح لطزان اللي هي بتبقى 10 سنتي. طيب انا هحتاج فيهم قد ايه؟ حوالي متوسط 50 لوح. الـ50 لوح دول للارضيه. طيب الـ50 لوح دولت انا هحتاج منهم يعني سعرهم قد ايه دلوقتي؟ سعرهم مثلا يعني قول 40 جنيه متوسط. دي الحاجه الوحيده اللي انا مش فاكر سعرها حتى قريب ليها، فلو عندك برضو السعر الصح تقدر تليفوننا في الكومنتات وان شاء الله كلنا بنساعد بعضينا. فانا عندي 50 لوح في 40 جنيه عاملين 2000 جنيه. دي ابتديت بقى اطلع بالارقام. طيب خلصت انا يا سيدي الغيه بتاعتي، قومت القوايم بتاعتها وعملت الخنزيره بتاعتها الواح وعملت الشكلات بتاعتها عروق خشب 10 في 10 وابتديت رصيت بعد كده المراين الـ5×5 بتاعتي وفرشت بعد كده الارضيه، فبقى عندي مكان ان انا اطلع واقف عليه. تمام، طيب هنقول ان الحاجات دي
سلم تطلع بيه للغايه، وهتعمل منه من الهدر هتقدر ان شاء الله تعمل سلم للغايه وتطلع بيه. طيب يبقى انا ايه وفرت ثمن السلم، فمش مش هضيف او مش هحط له خامات، انا هعمل سلم بسيط كده كويس وشكله حلو في نفس الوقت وهقدر ان شاء الله اطلع عليه. طيب دي خلصنا منها. تعالى بقى للاربع تجناب. الاربع تجناب مش هحسبهم لك تفصيليا، بس الاربع تجناب بالعرق بتاعهم يا سيدي قول هيعملوا في متوسط السعر 4000 جنيه بالشبكه مثلا، تمام؟ يعني ده متوسط سعر، دي الاسعار وانا حطيت عليها الزياده المنطقيه، تمام؟ طيب تعالى بعد كده نخش بقى عندي بقى شويه نسريات كده اللي هي المسامير اللي هشتغل بيها لو هجيب بويا ولا حاجه وهدي وش للغيه مثلا. شويه الحبشتكنات دي يا سيدي حطينا لها مثلا 500 جنيه، هي طبعا هتبقى ازيد من كده، قول 600 جنيه. طيب 600 جنيه انا عندي الاجمالي اللي انا صرفته ده كله 8140 من غير شويه النسريات اللي حطيتهم في الاخر، زود عليهم 600 جنيه يبقى انا عندي 8740 جنيه، تمام؟ وطبعا هتبتدي بعد كده هتلاقي في شويه مصاريف كده وانت شغال بتحتاجها، يعني قول الغيه هتخش معاك في حوالي 9000 جنيه وان شاء الله ما تزيدش عن كده. ده علشان تعمل غيه 3 متر ارتفاع 3 متر في 4 في 4. طبعا يا جماعه برضو الاسعار ولعت، وانتوا عارفين ان الاسعار ولعت، حتى اسعار الحمام، يعني سيبك من سعر الحمام نفسه، اسعار تربيه الحمام، ان انا المصاريف بتاعته بقت الكلفه غاليه جدا، فالناس ما بقتش قادره. انا بحاول ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظنكم، ان انا نكمل مع بعض واستمر في المحتوى بتاعي واطور فيه زي ما كنت بطور فيه على طول، وما كناش بنوقف تطوير، بس ان شاء الله هنرجع تاني وانا زي ما حضراتكم شايفين كده هبتدي ان انا اجيب شويه في شويه شويه حاجات كده، يعني كل ما يبقى معايا قرش هبتدي ان انا اجيب شويه خشب واركنه لحد ما نجمع الخشب بتاع الغيه ونرفعه مره واحده. وبرده في حاجه انا محرج ان انا اقولها، بس لو حد حابب يساعد في التطوير بتاع المحتوى دوت يقدر يبعت لنا ويتواصل معايا، وان شاء الله اساليب التواصل كلها هتبقى موجوده في الوصف بتاع الفيديو دوت وفي اول كومنت. مش عيب ولا حرام، احنا كلنا بنتشارك علشان نقدم محتوى كويس ونفيد غيرنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. وما تنسوناش لو انت اول مره تتفرج علينا تعمل اشتراك في القناه واعمل لايك للفيديو بقى ما تبقاش بخيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، حلو الحمام ده للبيع ده صاحبي؟ لا يا معلم ده مش للبيع، الحمام ده غالي عليا جدا جدا جدا، ما اقدرش ابيعه ابدا ولا افرط فيه خالص. ماشي يا عم، ربنا يرزقك كده ويديك خير. احمل فيكوا ايه بس؟ اعمل فيكوا ايه بس؟ تعبتوني. الله، ايه يا صاحبي انت بتعيط ولا ايه؟ لا مش بعيط، الحمام ده غالي عليا قوي. ايوه ما انا عارف ان انت بتحب الحمام قوي وغالي عليه. لا مش موضوع بحبه، بقى غالي عليا مش قادر اربيه فعلا للدرجه دي. ربنا يعينك.